اوكي، مرحبا، معكم استاذ راني احمد. هذا الدرس 41 بدروس البرمجه بمكتبه اوبن سي في ولغه سي بلس بلس. بهذا الدرس راح نحكي عن فانكشن اسمه لابلاس اوبريتور او لابلاس فانكشن. لابلاس هو عالم فرنسي، اوكي، فعالم رياضيات فرنسي مشهور، انشهر كثير بقلب يعني حوالي بين 1700 و 1800، بهالفترة هديك أول الثورة الصناعية تقريبا، أوكي، أو على أوجه أول ما بلشت تصير يعني لها أهمية. طيب هلا البلاس عنده فانكشن هو كما يلي، ونحن هون بننفذ الطريقة اللي هي بسموها الديسكريت مش الكونتينيوس ماث، بمعنى انه ديسكريت يعني انت بتاخذ هون ارقام ثابته حتى لو فيها فواصل، بس في عدم تجانس بالارقام، يعني مش جايين ورا بعض، اوكي، يعني اذا بتحكي 5 10 12 هيك مفيش تجانس كتير بالارقام، اوكي، فيش جايين هيك بتسلسل معين، وما في تواصل بين النقط اللي انت بدك توصل ببعض، اوكي. هلا الفانكشن تبع البلاس هذا اللي انت شايفه قدامك هون، وهلا بشرح شو هو اذا ما بتعرف تقرا هيك نوع من الرياضيات. هذا النوع اللي هو كونتينيوس، يعني متواصل، يعني النقط تبعته متواصله. يعني اذا بنطلع هون مثلا، هذا فانكشن هون للدرجه الرابعه، تمام، وهي على المكبر كمان عشان اذا انت مش مبسوط فيها، اوكي، هي على مكبر هيك اذا بتحبها طريقة الكتاب يعني، تمام، هاي الدرجة الرابعة. هلا هذا الجراف تبعه، هذا الجراف اللي هو بالقلب لانه ضربتها كلها بناقص واحد، اوكي، فهذا الجراف هيك او الجراف هيك حسب انت شو ماخذ، اوكي، من فوق او من تحت، ضاربة كلها يعني عكس الرسمة. طيب هلا اللي بدي اقوله انه الخط هنا هون بطريقه لابلاس انه هي اصلا بتكون بيعتمد على الاشياء اللي هي خط متصل، اوكي، كونتينيوس، اوكي، كونتينيوس داتا، بس نحن هون لانه عم نحكي بجريد او بشبكه من نقط، اوكي، طبعا حيكون العمليه فيها مقطعه، يعني راح تشوف شيء مثلا زي واحد رسم لك هون خط، هون خط، هون خط، عرفت شو؟ في خطوط، ما فيش ثبات يعني ما فيش تواصل بين الخطوط، اوكي. هلا الفانكشن هذا شو هو بالذات؟ الفانكشن عبارة عن، لو احنا عندي مثلا كرياضيات، عشان لازم اذكر شوية رياضيات هون اجباري يعني مش بخاطري، اوكي، هاي نمحي هاي، اوكي، او اقول لكم خليه لانه هاي هي ديريفيتيف هون، تمام، عشان اذكر بالديريفيتيف، تمام، لانه هون اللي عندي اياه انا بالرسم بالفانكشن هو ديريفيتيف، مره بيعملوا على الاكس ومره عم بيعملوا على الواي، وبياخذ الجمع تبعهم بيطلع على بلس، اوكي. طيب يعني لو انا مثلا عندي هيك، خلينا نبسطها هاي، اوكي، نحطها نيو لاين، اوكي، على اساس سطر جديد. طبعا هذا هون لغة الكتابة هون مسميها الماث ام ال، اوكي، ماث مارك اب لانجويج، اللي هي بالاحرى تيخ، اوكي، او لاتي، اوكي، ليتك، اوكي. طيب هلا اكس مثلا ضاربة y باور 2، اوكي، زائد x مثلا باور 2، اوكي، y، اوكي، بلس 1. طيب هلا شو الديريفاتيف لهاي كلها؟ اوكي، يعني هاي انا هون قصدي مش باور 2y، قصدي هيك، اوكي، انه بمعنى لازم احط الواي بالاول عشان تبين، تمام، يعني الواي ضارب الاكس سكوير هون، ومره هون الاكس ضارب الواي سكوير، اوكي، زائد واحد. هلا كديريفيتيف النتيجه بتطلع مره بالنسبه للاكس، اوكي،
اوكي قلنا على دي اكس اوكي بتساوي اوكي. وبعدين هون بيحكي عن شو؟ عن سكند ديريفيتيف مش الفيرست ديريفيتيف، بس انا راح اعمل فيرست ديريفيتيف الاول، يعني اول مره بنعمل ديريفيتيف بترد انت بتعيدها اوكي. بس انا الفكره عشان افرجيكم شو عم يعمل هو، بس مش اصلا اوكي ما بدي فوت فيها كرياضيات، بس افهمكم شو يعني لما بجيب مره نفس الفانكشن بيعمل له ديريفيتيف على الاكس، ومره في نفس الفانكشن بيعمل له على الواي بس اوكي. فلو فرضنا على الاكس بتطلع واي باور 2، لانه هون الاكس هي المتغير اوكي. طيب زائد y 2yx اوكي وبس، زائد صفر لانه الكونستانت بطير. تمام، هون لازم احط انا نيو لاين عشان نبرزها. تمام، هلا خلينا بس نعمل زوم اوت شوي. هلا هاي هو وين على دي اكس. هلا نفس الفكره بالنسبه للدي واي، بتساوي هون صار المتغير عندي شو هو؟ للواي سكوير اوكي، للواي يعني هون اوكي. فبطلع عندي 2y اوكي في اكس، فبطلع الاكس هون يعني بحط المتغير على اليمين اخر شيء اوكي، واكس باور 2 اكس تربيع اوكي. خلينا نصغر هون حتى هيك او نعمل هيك انه هاي اوكي. زائد طبعا عندي واحد زائد صفر فبطير الصفر، لان الكونستانت الرقم الثابت الواضح مثل 1 2 3 50 مش عارف مش مشكله، الرقم هذا بالدريفيتيف بطير، هاي من قواعد الدريفيتيف. هلا اللي بصير عندي هون برد بعيد هاي الكميه هون، بعمل لها دي سكوير تبعها اوكي. يعني نحسبها يا عمي يلا. هلا دي على دي سكوير يعني على السكند ديريفيتيف دي اكس باور 2 اوكي، خلينا نحط هون نيو لاين ثانيه اوكي. الدي اكس سكوير هي هو المفروض احط لكم دي اف على دي اكس سكوير، بس فاهم انه وين عم بقصد فيها انه السكند ديريفيتيف الديريفيتيف الثاني. فباجي انا شو بعمل؟ هي دي اكس عندي اياها هون شايف، فبعمل مره ثانيه ديريفيتيف. هلا الواي سكوير شو هي؟ كونستانت هون تمام، مش ما بتنحسب متغير، لانه الاكس هو المتغير عندي هون، فبتصير صفر اوكي. الواي سكوير بتصير صفر، وال 2y اوكي تنزل 2y اوكي زائد 0 تمام. هذا مو كونستنت خلص بطير. طيب هلا بالنسبة ل دي واي تمام، بصير عندي دي واي باور 2 يعني بالنسبة للسكند ديريفيتيف يعني دي دل اف، دل هي ديريفيتيف مش اكتر يعني اوكي. هيدي هون هاي بتلفظ دل سكوير على دل اكس سكوير اوكي، دل سكوير اوف اف ب دل سكوير دل اكس سكوير اوكي. بس افهم انه هاي السكند ديريفيتيف، هاي ثاني ديريفيتيف اوكي، الاشتقاق الثاني اشتقاق على المستوى الثاني يعني بعيد الاشتقاق ثاني مره كمان على نفس الاشتقاق الاول اوكي. وهيدي نفس الشيء بعملها، بس مره هون بعملها على الاكس، مره بعملها على الواي تمام. هلا على الاشتقاق الثاني هون بصير في عندي 2، هلا هذا مثل اوكي، بس عم حاول اقرب لكم اياه. هلا بصير عندي 2x طبعا زائد 0 زائد 0 اوكي. هيدي هون بتبقى الواي بتنزل تضرب، يعني فهمتوا شو قصدي بالديريفيتيف اللي بيعرف الديريفيتيف، فهيدي الواي اوكي بتطير بالديريفيتيف وبيبقى 2x اوكي. وهيدي لانه بتنحسب كونستنت رقم ثابت بتتشطب، وهيدي هو اصلا رقم ثابت فبتصير زيرو. فبيبقى عندي شو هون؟ هيدي بتطلع عندي بتساوي شو؟ إذا طلع معي 2 اكس واي تمام،
وهاي تطلع شو؟ 2x. تمام؟ فبنجمعها مع بعض، الجمع تبعهم بيطلع شو؟ 2x plus، يعني هون sum equal، أو خلينا نسميه لابلاس، اوكي، بيساوي شو؟ جمع هالشغلتين هدول 2xy زائد 2x، هاي بتطلع شو؟ 2xy. تمام؟ هون نحط نيو لاين. فهمنا هلا؟ طيب، اللي ناس الديريفيتيف من ايام المدرسه يروح يراجعه، اوكي؟ ما ديريفيتيفنا باخذ الاشياء اللي بناخذها بالثانوي. طيب، ومش لاني انا شاطر رياضيات، اوكي؟ ما خصها يعني. هلا هيك احنا عرفنا شو لابلاس لما بده نفسه، بس هذا الحكي وين عم ننفذه؟ على كونتينيوس لاين. انا بحاول اذكر بس بالديريفيتيف تذكير. طيب هلا نرجع لل للكتاب، اوكي؟ وهون نحن راح نستعمل اللابلاس هذا الفانكشن، اوكي، على الصوره. تمام؟ هلا هون عم بوصف لك الفانكشن تبعه، بياخذ صوره بدخلها بطلعها، وفي لها ابيرتشر سايز انت بتحدده اذا حبيت، والافتراضي هو 3. الابيرتشر سايز يعني زي كيف بدي اقول انه فتحه الكاميرا، اوكي؟ يعني لو بدك تصور في الكاميرا قديش الفتحه تبعها، اوكي؟ وبعدين هون الصورة اللي بدها تدخل ممكن تكون 8 bit unsigned image، اوكي؟ يعني صورة 8U، اوكي؟ CV underscore 8U، تكتب هيك في ال في الصورة، اوكي؟ تكتب CV underscore 8U، اوكي؟ تكون هي بتاخذ هذا نوع الصورة. تمام؟ وفي عنا او 32 بت او 16، لا 32 بت قال هو، اوكي، او صورة 32 بت floating point image، يعني 32 اف، 32 اف، اوكي. ها هون طبعا C1 C2 C3 هدول الشانلز اللي ممكن تعبيهم. تمام؟ هلا اوكي، بعدين النتيجة اللي حتطلع معي يا صورة 16 بت أو 32 بت، حسب إذا بدخل 8 بتطلع 16 أظن، إذا 32 بت أكيد حتطلع 32 بت. يعني هون على الأغلب بتكون صورة رمادية، أوكي، ب 8 بت على الأغلب صورة رمادية أو أقرب للرمادي، أوكي، وهون 32 بت أكيد صورة ملونة. تمام؟ لأنها مفصلة أكثر. والابيرتشر هو نفسه، اوكي، اللي مبين بالصوبل، اوكي، يعني كيف اخذنا الصوبل نفس الديريفيتيف نفسه هو، اوكي، وهذا بيعطي حجم المنطقه اللي هالبيكسلز بيكونوا مطلعين من خلال الحساب تبع تاني ديريفيتيف. تمام؟ هلا ممكن تستعمل لابلاس هذا بكتير مطارح، اوكي؟ مكان كتير معروف هو، او تطبيق يعني لإلها مشهور، اوكي، هو انه تدور على شيء مسميه بالانجليزي بلوبس. البلوب هي انا سالت عنها على الشات، اوكي، معناها باينري لارج اوبجكت، ا جروب اوف كونكتد بيكسلز، يعني بيكون عندك زي اذا بدك تقول خط متواصل او يعني متصل بدون تقطيش، اوكي، هذا بلوب، او مثلا يمكن يكون عندك مساحه مربع كامل، هذا كمان بلوب، اوكي، كلهم بس بدهم يكونوا نفس اللون. تمام؟ حتى هذا الشاب هون مثلا عم بيقول لي انه بلوب از ا سوليد اريا وذ روفلي ذا سيم بيكسل فاليوز، يعني تقريبا، اوكي، اللون نفس ال بيكسل فاليو، نفس قيمة اللون. تمام؟ هنا النقط بتكون جايين متجانسين قاعدين بحط بعض وكتير قراب من بعض، كأنه مربع واحد مساحة واحدة. تمام؟
وهذا كمان هون عم بيعطيني مثل انه مثلا كيف ممكن تستعملها. اوكي مثلا بتكون البلوب هي كرة زرقاء في مقابل باك جراوند خلفية سوداء. اوكي هذه بلوب، عرفتوا شو؟ يعني شيء بارز بالصورة بس بيكون اثنين كل النقط بتكون متجانسة وحط بعض. اوكي بنفس اللون تقريبا. اوكي ممكن كمان تشوفها هون حاطط وين هون كان imagine حاول اشوف وين هو حكى لي. المهم ف هون فوق اللابلاس اوبريتور كمان بيساعدنا بانه يضوي على التغييرات المفاجئه بس بالوان الصوره، طبعا لانه هو العلاقه بالالوان بس له علاقه بالديريفيتيف. فاذا انا عم نحكي عن التغيرات، اوكي يعني التغيرات هي بتصير معناها تدرج بالصوره. طيب اكثر من هيك فينا تفيدنا كمان بشغله ثانيه، اذا بدي اعرف الحدود لاجسام معينه. اوكي يعني مثلا عندك هذا النص اللي قدامك، اوكي كيف بتعرف انه هيدي من هون مطرح المشاور والفاره؟ اوكي انه هذا حد المربع تبع الفقره هاي، وهذا الحد هون، وطبعا انت شايف فيه كثير لفوق كلام، كيف بدي اعرف انه هي الشقفه هي حد هيك مثل ما عم صورها انا بالهذا؟ اوكي او كيف مثلا اذا صورت كل هالشاشه، اوكي كيف بدك تعرف انه هيدي مثلا الدائره اللي هون شو حدودها؟ تمام كيف تعرف انه هدول؟ بتصير من خلال تعرف الاشكال الموجوده بالصوره، هذا المقصود منه، كيف تتحقق منها. تمام هلا هاد كله اوكي ممكن بعد الكاني اللي اخذناها قبل فينا نستعمل لابلاس ونستعمل هذا الشيء. اوكي وليش؟ هات نشوف ليش. لما انت تحسب تاني ديريفيتيف اوكي بتكون عم بتدور، لو فرضا خلينا نبسطها هاي شوي قبل ما انزل وخلينا نشيل هاي هيك. اوكي خلينا ناخذ البارابولا اللي هو المنحنى هذا، ما بعرف شو بسموه بالانجليزي، بالعربي عفوا، احنا بنسميه بالانجليزي بارابولا او بالفرنسي بارابول. يس يعني انا كنت سامع شوية فرنسي من الشباب اللي بدرسوا كانوا معنا بالثانوي بالفرنسي، فاحنا هيك نظام بلبنان. فهذا هو الخط. هلا السكند ديريفيتيف او ثاني ديريفيتيف اوكي ثاني اشتقاق او اللي هو بالدور الثاني بالاشتقاق بيكون بيساعدني على انه لما بجيبه وبحسبه اوكي واجيت انا حطيته يساوي صفر اوكي بقدر اعرف على لما يكون الواي مينيمم. اوكي لما تكون الواي اوطى شيء، يعني هون هذا الواي اوطى شيء اوكي شو بيطلع معي؟ طلع قدامك طلع معي شو زيح هون، هذا المطرح اللي هون حد للصوره، يعني صار هيك اوكي هذا حدها للصوره هون اوكي حد الخط. تمام هاي الحدود تبعته، هيك بتعرف طرفها كويس. فهيك من هالشيء هذا، لانه هون نحن عم نحكي عن خطوط متواصله مع بعض اوكي. فبس لما بقول لما بدي اوصل انا باشياء مقطعه فعلى حدود، فبتعرف انه هاي لما تصفر تاني ديريفيتيف تاني اشتقاق معناها وصلت انت للحد بس. اوكي نفس الشيء هذا الخط الثاني نفس الفكره، فانا رسمت المقصود اللي هي العاديه واللي عكسها عشان تعرف انه هاي الحدود، من وراها بتقدر تعرف انه هاي الماكسيموم. فباللابلاس بس وين مطلع مطرح ما يطلع باللابلاس معك بالصورة صورة اوكي بقيم البكسل اعرف انه هدول شو حدود بالصورة بس. اوكي حدود لجسم بالصورة. اوكي لو حبيت مثلا ممكن ترد تضويهم بلون معين تاني. فهيدي هي فائدة لابلاس. اوكي مشان هيك بنصير بندور على المناطق المتجانسة كلها حول بعض بنفس اللون، يعني مشان هيك بصير
مثل ما قلت لكم نوع من الإدج ديتكتور من مكتشف حواف الأجسام بالصورة. طيب بلا طول سيرة خلينا ننفذ اللابلاس. اوكي اوكي بقولوا لابلاسان لأنه تابع على لابلاس أو لابلاشان بالإنجليزي حسب. صورة الإدخال هي الاي ام جي، بدي اطلعها على الاي ام جي مرة تانية عليها، والباقي هون بدي احطه صفر. اوكي بعد في شيء كله افتراضي راح اتركه زي ما هو، البوردر تايب والدلتا والسكيل كله راح اتركه زي ما هو بس. اوكي هلا كنترول بي نعمل تعمير. التنخص صوت الخلايا. طيب هلا انا هون لانه صغيره مش بارزه، طيب راح افتحها هاي بالاول تتذكروها منيح. اوكي انا حتى لان لازم اقلب شاشه اللابتوب حتى لي اقشعها اياهم يعني، شايفين كيف بين حدود الامور هاي وهاي. اوكي شايفين كيف صاروا بينوا كل خليه بخليته هلا ماشي. حتى نجرب كمان على اللي هي شو مسميها الصورة هذيك تبعت البرنامج تبعي. اوكي صار تقدر تعرف الحروف اكتر. هذا البرنامج تبعي انا بدي اعرف هذا الحدود اللي هون. اوكي الصورة الثانية شايفين كيف بلشت تبين الحدود. اوكي كل شيء تحدد، معش انه في شيء اسمه 3D تقريبا مبين عندك تقريبا شايف يعني زي هاي تحددت انه هذا جسم هون، هي تحددت انه هون في جسم. فهذا هو اللابلاسان. اوكي يعني هذا كل شيء عن لابلاسان. فارجو تكونوا استمتعتوا معنا بالشرح، وارجو ما يكونش ناشف عليكم بعد شويه رياضيات شوي سئيله. وهذا كل شيء لليوم، وارجو منكم تبلشوا تكبسوا على اللايكس على الاعلانات على المتابعه في القناه، خبروا رفقاتكم عن السلسله، واكتب تعليق اوكي اذا بدك اياه. اهلا وسهلا فيكم، سلام. اوكي تابعونا.